ضيفتنا لليوم مدربة المهارات الحياتية نور الهدى. أهلا وسهلا فيك ببرنامجنا نور الهدى. أهلا فيك حبيبتي، تسلمي. ممكن نعرف أكثر مين هي نور الهدى؟ Very simple person. شخص يعني عندي شغف أني أوصل معلومة، أشعر أنه هاي المعلومة عم تصنع فرق بحياة شخص معين مهما كانت بسيطة، وأني أصنع محتوى يفيد الآخرين. ليش اخترتي هذا المجال بالذات، وهل في شخص ألهمك لدخول هذا المجال؟ مثل ما قلت، هو شغف عندي اياه من طفولتي، واكيد الشخص اللي ألهمني امي، لانه احنا كاطفال دائما بنشوف ابائنا وبنحس انه هم نماذجنا، بدنا نكون مثلهم. امي كان دائما عندها هذا الاصرار انها توصل معلومه وتلقي، وشي واز اور ستوري تيلر يعني. فاكيد هي اللي ألهمتني وهي اللي دربتني من طفولتي اني اقف على الستيج واحكي والقي. وبالأخير كمان في شغلة خلتني أنه أشعر أنه يعني كوت سمعته خلتني أني أشعر أنه بحب هذا المجال وبدي أكمل فيه. بيقولوا أنه الشخص بيموت مرتين، المرة الأولى لما تطلع روحه، والمرة الثانية لما يبطل في أي شخص بيحكي عنه أو بيتذكر أي شيء استفاده من هذا الشخص. كمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تتعاملي مع متابعينك بأي أسلوب، وخاصة مع النقد السلبي؟ الحلو بمواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا انه في كونكشن بين الشخص اللي على مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعينه، بيقدر يسمع الفيدباك، بيقدر يشوف تعليقاتهم، بيقدر يرد عليهم اذا قدر. فبعتبرهم انا زي ما دائما بحكي بيصيروا اصدقاء، لانه حتى بيصيروا اذا تاثروا بحياتك الشخصيه او مثلا صاروا يتابعوا تفاصيل حياتك اللي بتشاركيها معاهم، بيصيروا يسالوا عنك اذا رحتي، اذا اختفيتي، يدعوا لك اذا احتجتي دعاء، فبصيروا مثل اصدقاء يعني virtual friends. فبصير اصلا مسؤوليه اكبر انك تقدمي لهم محتوى يفيدهم اكثر. والنقد السلبي، بالنسبه للنقد السلبي، فيني اقول انه يعني هو اول شيء بيعتمد على الشخصيه. فانا الحمد لله انه من الشخصيات اللي ما بهتم ابدا للنقد الجارح. النقد اللي البناء بنتبه له وبحاول اشوف اذا ممكن استفيد منه، لكن النقد السلبي اللي فيه كلام جارح دائما بتطلع على هذا التعليق، على ما في وراء هذا التعليق، يعني شو اللي وراء هذا التعليق. ودائما بتذكر انه هذا الانسان اللي كتب هذا التعليق جاي من بيئة ما علمته يتقبل الآخرين، جاي من بيئة ما علمته كيف ينصح الآخرين بطريقة جميلة. فأنا ما بلوم هذا الشخص، فما بتأثر.